بسم الله الرحمن الرحيم. بعد صباح الخير على حضراتكم جميعا. إن شاء الله دي هتكون المحاضرة الثانية في عقد نقل التكنولوجيا، واللي بدأنا الأسبوع اللي فات مع حضراتكم، واللي اتكلمنا فيه على عقد التكنولوجيا. أعتذر طبعا في البداية أن المحاضرة اللي فاتت كانت سريعة نوعا ما، إنما طبعا بيحكمنا عنصر الوقت وعدم التفاعل، انما بقدر الامكان ان شاء الله نحاول نكون عند حسن ظن هذه المحاضره. الاسبوع اللي فات اتكلمنا على عقد نقل التكنولوجيا، وده عقد من عقود التجاريه اللي اتفقنا عليها. عندنا ثلاث عقود: عقد نقل التكنولوجيا، عقد البيوع التجاريه، عقد الوكاله التجاريه. واتكلمنا في التكنولوجيا، تعرفنا فيها في الاول على يعني ايه كلمه تكنولوجيا، وحطينا لها ثلاث تعريفات، وانتهينا منها ان هي مهارة مكتسبة، او هي في خلاصة الفن التطبيقي للعملي للعلوم. وجينا تعرفنا، عشان قلنا برضو اتكلمنا الاسبوع اللي فات على تعريف عقد نقل التكنولوجيا، وقلنا ان القانون نص عليه صراحة، وقلنا ان القانون نص عليها صراحة، وقال بنص القانون انه اتفاق يتعهد بمقتضاه مورد التكنولوجيا بأن ينقل بمقابل معلومات فنية إلى مستورد التكنولوجيا لاستخدامها في طريقة فنية لإنتاج سلعة معينة أو تطويرها أو تشغيل الآلات أو أجهزة أو تقديم خدمات. وقلنا إن لازم نفهم التعريف ده كويس جدا ونحفظه، لأن بمجرد إن إحنا حفظناه او فهمناه هنقدر نطلع منه كل ما هو مخصص عقد نقل التكنولوجيا. ومن خلال التعريف ده قلنا ان عندنا اركان لعقد نقل التكنولوجيا: اركان موضوعيه واركان شكليه، اركان موضوعيه واركان شكليه. وقلنا الاركان الموضوعيه ثلاثه هي الرضا والمحل والسبب، وتكلمنا في كل واحد منها على بالتفصيل ايه هو الرضا، وان هي الإرادة الصحيحة اللي خاليه من اي غش او تدليس، وان ان لو كان في وكيل يجب ان احنا نعمل معاه ايه. واتكلمنا على المحل، وان ايه هو المحل بنص القانون، وان ايه هو المحل بنص القانون، واللي حدده المشرع بانه هو نقل المعلومات الفنية لاستخدامها في طريقة فنية خاصة لانتاج سلعة معينة او تطويرها او لتركيب او تشغيل او اجهزة او تقديم خدمات، اللي هو النص الثاني من التعريف اللي احنا قلنا عليه. واتكلمنا على السبب، واتكلمنا ايه هو اللي يخش في السبب، بعض الحالات اللي تخش في السبب والحالات اللي تخرج في السبب. وختمنا محاضرتنا الاسبوع اللي فات بالجزاءات المترتبه على الاخلال بعد نقل التكنولوجيا، وقلنا ان القاعده العامه ان في حال تخلف اي ركن من الاركان الموضوعيه بيبطل العقد. وعند أي شكل من أشكال آسف برضو قبل ما نتكلم في الجزاءات، اتكلمنا على الركن الثاني، الركن الشكلي، وأن الركن الشكلي نص على القانون وهو الكتابة. وقال إيه القانون؟ قال لك يجب أن يكون عقد نقل التكنولوجيا مكتوبا وإلا كان باطلا. إذن المشرع اشترط في الركن الشكلي أن يكون العقد مكتوب وإلا يكون باطلا. إذن الطلبة بنص القانون، وعشان كده لما بيحصل نزاع بين المورد والمستورد في عقد نقل التكنولوجيا، لو في ركن من أركان مش موجود، المحكمة تتعرض له مباشرة، مش محتاج أن هم يطالبوا به. إنما ليه؟ لأن القانون نص عليه، قال لك أن يجب أن يكون مكتوبا. فإذا كان هناك عقد بين المورد والمستورد مش موجود مكتوب، المحكمة تتعرض له من نفسها متى تنبهت إلى هذا الكلام. واتكلمنا برضو الأسبوع اللي فات على الجزئيات المترتبة، وقلنا أن القاعدة العامة أن لو فيه لو تخلف ركن من الأركان يبقى العقد باطل. إنما المشرع جه برضو في هذا الشق أو في الجزاءات دي جه لصالح المستورد. ليه جه لصالح المستورد؟ زي ما قلنا لأن المورد بيبقى في مركز القوة، فبعمل المشرع عمل نوعين من البطلان: بطلان وجوبي، وإذا كان هناك ركن من الأركان أو إذا كان عدم مكتوب، والبطلان الجوازي أو النسبي، وده بيبقى يخص
الشروط اللي بتبقى مضافة في العقد، لأن ممكن المورد يحط بعض الشروط اللي تبقى مجزفة أو بتبقى قاسية على المستورد، وبالتالي من حق المستورد إذا وجدت هذه الشروط إن هو يطالب ببطلانها. وحدد المشرع 7 حالات اللي اتكلمنا عليها الأسبوع اللي فات، اللي يجوز فيها للمستورد انه يطالب بايه؟ ببطلان هذا الشرط. والمحكمه لما بتيجي تحكم بتحكم ببطلان الشرط وليس ببطلان العقد. دي ملخص عام للمحاضره اللي قلناها الاسبوع اللي فات. النهارده ان شاء الله هنتكلم على التزام الاطراف المتعاقده والناشئه عن عقد نقل التكنولوجيا. يعني ايه؟ يعني لما بيبقى في عقد وتوفرت اركانه الشكليه والموضوعيه والعقد بدأ يكون له تنفيذ، هناك مجموعة من الالتزامات، التزامات على المورد والتزامات على المستورد. برضو نرتب ونركز معانا في الحتة دي، الجزاءات المترتبة اللي هي بطلان الشرط كانت لصالح مين؟ كانت لصالح المستورد. إنما هو هنا حط في الشق بقى اللي هنتكلم فيه النهاردة، إيه اللي على المستورد؟ إيه اللي على المستورد؟ وإيه اللي على المورد؟ وليه حط الالتزامات دي؟ لان دايما المورد بيبقى هو زي ما اتفقنا بيبقى في المركز الاقوى، لان هو اللي بيملك المعرفه، هو اللي بيملك المعلومه، هو اللي بيملك التكنولوجيا وانا كمستورد محتاجها. فالمشرع حط له مجموعه، المشرع حط له مجموعه من الالتزامات عشان يبقى ملتزم بيها في تنفيذ العقد. حط المشرع 7 التزامات، 7 التزامات للمورد. اول التزام حطه الالتزام بتقديم المعلومات والبيانات، وده من الالتزامات الجوهريه. ليه من الالتزامات الجوهريه؟ لان انا عشان اخد منك تكنولوجيا لازم اطلع على كل المعلومات والبيانات والرسومات والتصميمات اللي هتديني الحق ان انا استخدم هذه التكنولوجيا وان انا اطلع منها السلعه او الخدمه اللي انا عايز اطلعها. والالتزام اللي هو التزام تقديم معلومات بيانات ده في شقين مهمين. الشق الاولاني ان انا كمورد ملتزم ان انا ادي للمستورد كل الرسومات وكل التصميمات وكل المعلومات اللي تخليني اعرف اشغل التكنولوجيا دي واستوعبها. الحاجه الثانيه، الالتزام الثاني في شق المعلومات الفنيه، ان انا كمستورد اذا طلبت من المورد انه يديني معلومات فنيه او يديني خدمات فنيه، ودي بتبقى غالبا في تدريب العاملين، غالبا بتبقى في الخبره بتاعته في تنفيذ التكنولوجيا بتاعته، فبنقول له في الحاله دي اديني هذه المفهوم، ملتزم بتقديم كافه المعلومات والبيانات التفصيليه الخاصه بهذه التكنولوجيا. ده الالتزام الاولاني وهو التزام بتقديم المعلومات. الالتزام الثاني اللي بيلتزم به المورد، بيلتزم بانه يخطر المستورد بكل التحسينات اللي طرأت على التكنولوجيا ونقلها له. يعني ايه؟ يعني انا بعت لك، عملت معاك عقد نقل التكنولوجيا وبعت لك المعلومات الفنيه بتاعتي، انما وانت واخدت المعلومات انا عملت تطوير وعملت تحسينات لهذه التكنولوجيا، التزام عليا ان انا اخترق بهذه التحسينات والتزمت. وانا بفرق بين حاجتين بنفرق بين التحسينات والتغييرات الجوهريه والتحسينات والجوهريات اللي هي الغير جوهريه. الجوهريه يعني ايه؟ ان انا مثلا كراجل كمورد للسلعه او كمورد للتكنولوجيا قدرت اعمل تطوير في التكنولوجيا بتاعتي بحيث ان انا احسن، بحيث ان انا احسن في المنتج او ان انا ارفع كفاءه هذا المنتج. فبيجب ان انا اقول للمستورد، يا مستورد انا عملت تحسينات في هذه التكنولوجيا وانت لو عاوزها اديها لك بمقابل. دي بنسميها التغييرات الجوهريه. اذا الجوهريه يجب ان يخطروا بيها ويجب ان تكون بمقابل، بشرط ان المستورد يقول اه انا مستعد اخدها. ممكن المستورد يقول لك لا انا مكتفي باللي معايا مش عايز التحسينات بتاعتي. اما التحسينات الغير جوهريه اللي هو مثلا حسن في التكنولوجيا، في التكنولوجيا اللي مقدمها، يعني اضاف حاجه بحيث انها بدل ما يبقى فيه صوت يتشال الصوت او ما تعملش ضوضاء او تحسن البيئه مثلا في المجال اللي بتنتج فيه. اذا كانت هذه التحسينات غير جوهريه فدي هو ملزم انه يديها للمستورد بلا مقابل، لانها بتعتبر من ملحقات العقد. اذا الالتزام بيختار المستورد بالتحسينات اللي طرأت على التكنولوجيا ونقلها له. هنا بنفرق بين حاجتين، التغييرات او التحسينات الجوهريه ودي يجب ان تكون بمقابل، والتحسينات الغير جوهريه ودي اصلا بتعتبر من ملحقات العقد. الالتزام الثالث اللي بيقع على المورد
واحنا الالتزام الاولاني انه يقدم المعلومات والبيانات بالكامل، الالتزام الثاني انه يخطئ المستورد بالتحسينات اللي طرأت على التكنولوجيا وانقلها له، الالتزام الثالث الالتزام بتقديم قطع الغيار، ودي يحددها المشرع. اي تكنولوجيا بتتنقل برضه لازم نبقى عارفين ان اي تكنولوجيا بتتنقل، التكنولوجيا دي لها قطع غيار. ممكن اقول لك التكنولوجيا خد بالك ان قطع الغيار دي انا كموارد هديها لك، او انا كموارد اقول لك عليها. المشرع هنا قال لك في شرطين في التكنولوجيا دي، اذا كنت انا كموارد اللي بنتج هذه قطع الغيار، تلك قطع الغيار، والقطعه دي الالات محتاجاها فعلا وبتستخدم في تشغيل مستورد، لازم الموارد يدهاني. والشرط الثاني ان انا اطلب هذه القطع الغيار دي، ما يجيش هو يجبرني يقول لي لا انت لازم تاخد من عندي قطع الغيار دي. لا، انا طالما خدت منك عقد نقل التكنولوجيا، واخدت منك عقد نقل التكنولوجيا، فانا انت كموارد ملتزم انك تديني تقدم لي قطع الغيار دي، لكن بشرطين. الشرط الاولاني يكون انت منتج لهذه القطع الغيار دي، الشرط الثاني ان انا اطلبها منك. طب افترض قطع الغيار دي انا كمنتج ما بنتجهاش، يجب على المستورد ان يقول لي خد بالك قطع الغيار الخاصه بالتكنولوجيا اللي انا قلت لك دي بينتجها سين او صاد او، وانا صاحب القرار في عمليه الحصول عليها من الجهه دي او عدم الجهه دي. الالتزام اللي بعد كده الالتزام بالسريه. يعني ايه التزام بالسريه؟ يعني لما انا اجي كمستورد خدت عملت عقد نقل تكنولوجيا وخدت تكنولوجيا من الموارد، انما التكنولوجيا اللي خدتها من الموارد دي لا تتلائم مع البيئه بتاعتي، البيئه الاجتماعيه اللي انا عايش فيها، او ان انا عملت فيها نوع من التحسينات ان انا خففت مثلا تلوث البيئه، او ان انا ما خليتها ما تعملش نوع من الاضرار على المجتمع اللي انا عايش فيه او على مستخدمي السلعه. قدرت اعمل تحسينات على هذه السلعه، الموارد ملتزم ان انا الموارد ملتزم انه يحافظ، الموارد ملتزم انه يحافظ على سريه التحسينات اللي انا عملتها على التكنولوجيا دي. لان احنا لما نيجي نتكلم في التزامات المستورد هنلاقي له برضه التزام بالسريه، الحفاظ على السريه. فهنا بنقول ان المستورد الموارد ملتزم بالحفاظ على السريه في الحاجات في التحسينات اللي هو بيجيها اللي بيجيها المستورد على على السلعه على التكنولوجيا نفسها، المستورد على التكنولوجيا. واذا الموارد افشى هذه السريه يحق للمستورد انه ياخذ تعويض مادي نتيجه افشاء هذه السريه، لانه يعتبر هو برضه عمل تطور او عمل تحسينات في التكنولوجيا اللي اتنقلت اليه. الالتزام الرابع او الخامس انا اسف، اللي هو التزام بتقديم المعلومات الفنيه. تلاحظوا اول التزام، التزام بتقديم المعلومات والبيانات الخاصه بالتكنولوجيا. معايا حضراتكم؟ هنا بيقول لك ايه؟ التزام بتقديم المعلومات الفنيه اللي هي بقى ايه؟ المعلومات التفصيليه الكامله واللي بتخلي المستورد يقدر واللي تخلي المستورد يقدر يستوعب تلك التكنولوجيا. واهمها وبتبقى غالبا التزام بتقديم المعلومات الفنيه دي غالبا بتبقى الخبره والتدريب. يعني لما اجي اجيب تكنولوجيا الراجل المورد بيقول لي طب انت ليك عندي ان انا ابعت لك مخبرة يعلموا العمال بتوعك او مستخدمي هذه التكنولوجيا، او انت تتفق معاه ان انت تبعت له العاملين بتاعته، العاملين بتوعك عنده ياخدوا دوره تدريبيه، ودي يمكن نشوفها دايما في مجالات النقل التكنولوجي عندنا في مصر في هذا الاتجاه. عفوا. الالتزام السادس للمورد الالتزام بالكشف عن الاخطار وعقبات استخدام التكنولوجيا. يعني ايه؟ يعني هفترض ان انا عملت عقد نقل تكنولوجيا مع المورد، والتكنولوجيا دي لها بعض الاخطاء تتعلق بالبيئه، تتعلق بالصحه العامه، تتعلق بسلامه الارواح، تتعلق بسلامه الاموال، تتعلق في القضايا القضائيه اللي مرفوعه ضدي بخصوص التكنولوجيا دي. المورد لما اجي اعمل معاه عقد، المورد ملتزم، في هذه الحاله انه يقول لي خد بالك ان التكنولوجيا انت خدتها دي بتعمل نسبه تلوث سي 5% 7%، خد بالك ان الناس اللي بتشتغل مع التكنولوجيا دي يجب انها تبقى عامله احتياطات السلامه والبيئه الخاصه بيها، خد بالك ان مثلا ان اللي هيستخدم السلعه دي تقول لازم تقول لمستخدم السلعه انت لما هتستخدم هذه السلعه هيحصل كذا وهيحصل كذا لو فيها نوع من الاثار الجانبيه، مثلا ده مثلا مثال. او لما يكون عندك في ناس رفع عليك قضيه في التكنولوجيا دي ايا كان نوع هذه القضايا مرتبطه بهذه التكنولوجيا، تقول له انا بعت لك التكنولوجيا دي ونقلت لك التكنولوجيا دي، بس اعمل حسابك احنا في قضيه مرفوعه علينا من جهه فلانيه فيها التزام في هذا. وبالتالي المورد ملتزم انه يكشف
وعشان كده بيكشف عن الاخطار اللي هتنتج، سواء كانت في البيئه، سواء كان في سلامه الارواح او الاموال، سواء كانت في الصحه العامه او في الدعاوى والقضايا المرفوعه. وفي نفس الوقت يجب على المورد من ضمن الالتزامات اللي عليه ان يقول له خد بالك انت لما تيجي تشتغل هتقابلك صعوبات عباره عن ايه. مثلا ان خلال ساعتين من التشغيل هيحصل نوع من العطل، لما يحصل نوع من العطل هتحصل كذا، او هيجبرك عقبه في التشغيل عباره عن كذا او كذا، اي نوع من العقبات اللي ممكن تقابله فهو ملزم ان يورد انه يقول للمستورد او يكشف له على الاخطار اللي هتحصل او على المعوقات اللي موجوده اثناء التشغيل او اثناء تنفيذ عقد التكنولوجيا. الالتزام السابع والاخير هو الالتزام بالضمان. يعني ايه الالتزام بالضمان؟ قاعدة العامة ان انا لما ببيع سلعة احنا حتى لما نجيب اي حاجة يقول لك ايه الضمان بتاع لمدة سنة، لمدة سنتين، لمدة ثلاثة. انما في حال نقل التكنولوجيا في ضمانات اخرى بيلتزم بها المورد، ودي مجموعة بتعتبر احنا بنسميها حقوق. يعني خد بالكم الالتزامات اللي على المورد دي كلها بتمثل حقوق للمستورد، من حقه ان يعرف المعلومات الفنية، من حقه ان يعرف ان يختار بالتحسينات اللي هتتم، من حقه ان ياخد قطع الغيار اللي هو طالبها، من حقه ان راجل المورد يلتزم بالسريه اللي هو عملها في تكنولوجيته، من حقه ان يعرف ايه الاخطار اللي ممكن يتعرض لها او ايه السلبيات اللي في التشغيل، من حقه انه يبقى عنده ضمان لهذه السريه. الضمان بيكون في ايه بقى؟ الضمان بان المستندات والوثائق والرسومات اللي قدمها المستورد، اللي قدمها المورد للمستورد، يجب ان تكون مطابقه للعقد اللي تم. يعني ايه؟ يعني ما تجيش انت اعمل معاك عقد التكنولوجيا وناخد فيه الملحقات واجي ابص الاقي المستندات والمعلومات اللي اديتها والتصميمات مش مطابقه للعقد اللي احنا اتفقنا عليه. برضه من ضمن الضمانات ان السلعه او الخدمه اللي هتنتج تكون مطابقه للمواصفات والشروط المبينه في العقد، بمعنى ان احنا اتفقنا ان التكنولوجيا دي هتطلع لي منتج بنسبه جوده كذا، ما فيش نسبه الاخطاء في كذا، لازم يكون ضمان جوده السلعه او تكون السلعه مطابقه اللي اتفقنا عليه في العقد. الالتزام الثالث او على المورد في الضمان ان يضمن لي العيوب الخفيه اللي هتظهر اثناء التشغيل. وانا بشغل التكنولوجيا لما تنقل على التكنولوجيا واخد منك التكنولوجيا في تشغيل الات وماكينات او اطورها، انت بتبقى ملزم او انت كمورد بتضمن لي العيوب الخفيه اللي بتبقى ظاهره عن هذا التشغيل. وفي نفس الوقت لاحظوا في الضمان، في لما جينا قلنا الالتزام، لما جينا قلنا التزام بالكشف عن الاخطار والعيوب، قلنا يلتزم بالدعاوى القضائيه برضه في التزام بالضمان انه يضمن لي ان ما حدش يتعرض لي في ملكيه التكنولوجيا اللي انا اخذتها منك دي او اي مطالبات. ما يجيش بقى الطرف اللي عامل معاك نزاع، ما يجيش معاك الطرف اللي عامل معاك نزاع يقول لك والله ده انا رفعت قضيه وكسبتها، الدين انا ماليش دعوه. هو بيضمن ان الدعاوى القضائيه المرفوعه ضده ما تاثرش على ملكيتي لهذه التكنولوجيا. السبع التزامات اللي احنا قلناهم دول على المورد، وبالتالي فهي حقوق، وبالتالي فهي حقوق الى للمستورد. انما اذا افترض ان الطرفين جم اتفقوا على حاجه خلاف كده، يعني اتفقوا لك مثلا ايه انا مش هضمن لك جوده السلعه او مش هضمن لك العيوب الخفيه، اشترط المشرع في ان انت لو حطيت او لو انت اتفقت على حاجه غير السبع التزامات دول يجب ان تكون مكتوبه. ما كانتش مكتوبه فهو التزام على المورد، وبالتالي ده يعتبر حق من حقوق المستورد. المستورد له سبع حقوق اللي هي التزامات المورد. اذا حصل خلاف بين المورد والمستورد، او اذا حصل اتفاق بينهم وبين بعض على خلاف الالتزامات دي، يجب ان تكون مكتوبا، واذا ما كانتش مكتوبه يبقى كان لم تكن الاتفاق ده موجود. ده بالنسبه للالتزامات اللي على المورد، وباقي لنا او بقينا دلوقتي الالتزامات اللي موجوده على المستورد. والالتزامات الموجوده على المستورد تعتبر في نفس الوقت حقوق للمورد. يبقى احنا عندنا التزامات على المورد بتمثل حقوق للمستورد، والتزامات على المستورد بتمثل حدود حقوق للمورد، ودي يتحددها مشرع في ست التزامات. احنا عندنا المورد له سبع التزامات، المشرع حدد دي في ست التزامات. اول التزام الزم بيه المشرع المستورد لما يجي يعمل عقد التكنولوجيا، الزمه ان يخطر المورد بالتشريعات الوطنيه الخاصه بنقل التكنولوجيا.
طب هو انا ملزم اقول له ان القانون بتاعي بيقول ايه؟ القاعده العامه انا كمواغد لما اجي اورد تكنولوجيا مثلا من المانيا لمصر لازم اعرف القانون المصري في نقل التكنولوجيا دي بتقول ايه؟ دي قاعده عامه. انما الاستثناء في عقد نقل التكنولوجيا المشرع ارهق وخلى المستورد يتحمل هذا الالتزام عشان يخطر الموارد. خد بالك ان التعليمات او التشريعات الوطنيه عندي في دولتي في نقل التكنولوجيا دي بتقول 1 2 3 4. اذا اول التزام على المستورد تجاه الموارد ان هو يخطره بالتشريعات الوطنيه الخاصه بنقل التكنولوجيا اللي بيتعاقدوا عليه او باستيراد التكنولوجيا اللي اتكلموا عليها. الالتزام الثاني عدم التنازل عن عقد نقل التكنولوجيا. يعني ايه عدم التنازل عن عقد نقل التكنولوجيا؟ يعني انا سين من مصر عمل عقد نقل تكنولوجيا مع صاد في انجلترا، في اسبانيا، في المانيا، في امريكا، في اي دوله من الدول عمل عقد نقل تكنولوجيا بين بعض. لا يجوز لي كمستورد ان انا اتنازل عن هذا العقد للغير الا اذا كان هناك موافقه من الموارد. يعني يبقى من ضمن الحاجات ان انا اقول للموارد انا العقد اللي انا عامله بيني وبينك في التكنولوجيا ده انا هتنازل فيه لسين او صاد او عين. اذا الالتزام الثاني على المستورد انه ما يقدرش يتنازل عن عقد التكنولوجيا اللي هو عمله بينه وبين الموارد الا اذا كان هناك موافقه من المستورد. يعني معنى كده ان انا لما اجي اعمل عقد ما ينفعش اتنازل عنه؟ ما ينفعش اتنازل عنه. انما يمكن، ده ما يمنعش ان يبقى لي شركاء. انا كمستورد 5 6 شركاء بنستورد هذه التكنولوجيا. اذا اذا كان هناك شركاء ده لا يمنع في شكل. ليه؟ لان ده بيمثل صوره من صور المشاركه وليس نوع من التنازل. لما 5 انفار او 10 انفار او 20 نفر او مجموعه عملت شركه فدول بيمثلوا شركاء، لان العقد في هذه الحاله بيتعمل بين الشركه وبين الموارد. الالتزام اللي بعد كده الثالث هو التزام بدفع الثمن. تذكروا لما جينا نتكلم في التعريف قلنا ايه؟ نقل التكنولوجيا بمقابل. اذا لابد ان يكون هناك التزام من المستورد على للموارد بانه يدفع ثمن هذه السلعه، وده بيمثل ركن من اركان العقد نقل التكنولوجيا. وبيكون في حاجتين. الحاجه الاولانيه ان انا بدفع قيمه المتفق عليها في العقد اللي لما احنا نتفق وعملنا تفاوضات قلنا والله العقد ده قيمته 10 مليون دولار، 10 مليون جنيه، 10 ايا كانت القيمه الماليه، احنا اتفقنا على هذه القيمه. ده في بدايه العقد. الشق الثاني في الثمن اللي لازم يدفع اذا ادخل المورد تحسينات جوهريه على التكنولوجيا اللي اتنقلت دي وطلبها المستورد. يبقى حالتين في دفع الثمن. الثمن اللي اتفقنا عليه الاول، الثمن الثاني اللي بيدفع اللي هو التحسينات الجوهريه اللي بيدخلها المورد على التكنولوجيا واللي بيخطر بيها المستورد واللي من حقه يبيعها له بمقابل. انما لو كانت تحسينات غير جوهريه فقلنا دي تعتبر من ملحقات العقد. طب دفع الثمن اشكاله ايه؟ له 3 اشكال. الشكل الاولاني ان الدفع قيمه نقديا، ايا كان شكل النقديه بقى، هندفع فوري، هندفع بتقسيط، هندفع على فترات، كيفيه السداد النادي ما تفرقش، انما الصوره الاولى ان يبقى هناك الدفع نقدي. الصوره الثانيه ان المورد يقول لي انا هنقل لك التكنولوجيا دي انما يبقى لي نصيب في راس المال عندك مثلا ب 10% في راس المال. تتذكروا لما قلنا ان من ضمن الشروط اللي ممكن يحطها المورد للمستورد انه يشاركوا في الاداره، وقلنا ان ده شرط يبطل، انما هنا بقى ممكن يتفقوا ان يبقى بالتكنولوجيا اللي نقلها دي الصوره اللي الثمن اللي هياخده انه يبقى له نصيب من راس المال. ودي بقى الصوره اللي يمكن فيها للمستورد ان يتدخل في اداره المنشاه بتاعه المستورد. بس هو لما تدخل هنا ما تدخلش بناء على شرط حطه في عقد نقل التكنولوجيا، انما بيتدخل بصفته ايه؟ بصفته شريك، لانه بقى شريك في الشركه. انا ليا نسبه 10% 15% في 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 المنشاه اللي انت اشتغلت فيها في راس مالك، فبالتالي بقى له حق نقل، بقى له حق الاداره في هذه الشركه بصفتي شريكا وليس بصفتي موردا. ودي اقوى صوره بيقابلها المستورد في عقد نقل التكنولوجيا. الرابع هو الالتزام بالمحافظه على السريه. الالتزام بالمحافظه على السريه، والالتزام ده التزام مهم جدا. ليه؟ زي ما قلنا
المورد ملتزم بالمحافظة على السرية اللي بيجريها المستورد على بالتحسينات اللي بيجيها المستورد على التكنولوجيا اللي راحت له عشان تتلائم مع بيته. هنا برضه المستورد ملزم، هنا برضه المستورد ملزم بالمحافظه على السريه. هنا بقى اكثر التزام اكثر ليه؟ لان حتى اثناء التفاوض، اثناء التفاوض على العقد، اثناء التفاوض على العقد ان بتلاقي ان انا كمستورد بطلع على اسرار خاصه بالتكنولوجيا دي، لان انا كمورد بقول له خد بالك التكنولوجيا دي فيها وفيها وفيها واسرارها كذا وبتعمل كذا وبتطلع، بدي له كل ما هو يخص تلك التكنولوجيا اثناء التفاوض. عشان كده المشرع نص عليها صراحه وقال ايه؟ يسال المستورد. نص المشرع خد بالكم دي برضه مهمه جدا، يسال المستورد عن تعويض الضرر الذي ينشا عن افشاء السريه سواء وقع ذلك في مرحله التفاوض على إبرام العقد أو بعد ذلك. هنا بقى القاعدة العامة، القاعدة العامة في العقود العادية إن لو في تفاوض خلاص أنا ما تعاقدناش، بتلزمني ليه؟ إنما في عقد نقل التكنولوجيا، عقد نقل التكنولوجيا المشرع ألزم، المشرع ألزم المستورد إنه يحافظ على السرية اللي طلع عليها أثناء التفاوض. وعشان كده هو فرق بين حالتين، مرحلة التفاوض ومرحلة إبرام العقد. في مرحلة التفاوض أصبح ملزم تماما لانه اطلع على كثير من الاسرار الخاصه بالتكنولوجيا. اما في مرحله العقد فدي قاعده عامه، احنا خلاص تعقدنا فملزم ان انا كمستورد التزم بالسريه اللي انا عرفتها في عقد التكنولوجيا. زي ما قلت لحضراتكم السريه هنا مشتركه ما بين المورد والمستورد. المورد ملتزم بالحفاظ على السريه على التحسينات اللي اجراها المستورد في سلعته، والمستورد ملتزم بالحفاظ على سريه المعلومات الفنيه والتكنولوجيا اللي خدها من المورد، انما المستورد اشد فيها لانه بيجب المحافظ على الشرط على السريه في اثناء التفاوض كمان، مش ما اكتفاش ما اكتفاش بالابرام فقط القاعده العامه، لا ده اشترط عليه تفاوض وملزم انه يعوض المورد اذا حصل افشاء لهذه السريه. الشرط الخامس، الشرط الخامس وهو شرط القصر. يعني ايه شرط القصر؟ يعني يجي المورد يقول له خد بالك بقى احنا هنعمل عقد نقل تكنولوجيا، انما انا بشترط عليك حاجات معينه، بشترط عليك انك ما تبيعش السلعه دي الا في الحته الفلانيه مثلا، او اللي احنا الشروط اللي قلنا عليها اللي من حق المستورد ان يبطل، من حق المستورد ان يبطلها، يطالب ابطالها. ابطال الشرط ايه؟ ادخال شروط معينه على سواء كانت في حجم السلعه، في حجم الانتاج، او كان في ثمن المنتج، او في المنطقه اللي بيع فيها. ده شرط يبطل اذا كان بصفه عامه. القانون او المشرع قال لك من حق المورد ان يفرض على نفرض على المستورد ان يحط شرط القصر، انما بشرطين. الشرط شرطين، ان الشرط الاولاني مثلا ان يكون القصر على منطقه جغرافيه معينه. خد بالك انت هتاخد التكنولوجيا دي هتبيعها في مصر بس، مالكش حق انك تصدرها. الشرط الثاني بقى ان القصر ده يجب ان يكون لمده زمنيه محدده. يعني ايه؟ يعني ما يجيش يبقى لو الشرط بصفه عامه من حق ان انا ابطله. لو قال لي والله انت اديك التكنولوجيا دي انما ما تبيعهاش الا الا في مصر، ده شرط يدينا حق ان انا ابطل هذه التكنولوجيا، هذا الشرط. انما لو جه قال لي خد بالك انا هعمل معاك عن التكنولوجيا، نقل عقد التكنولوجيا ده انت بتلتزم بيه انك تبيع بسلعتك داخل جمهوريه مصر العربيه. الشرط الثاني بقى خلال اول سنه من الانتاج او ثاني سنه من الانتاج، في الحاله دي يبقى الشرط ده يجب، الشرط ده انا التزم بيه كمورد ان يجب ان انا ما اصدرش سلعتي الا بعد المده اللي حددناها في القانون. اذا الشرطين للقصر، شرط المنطقه الجغرافيه معينه، الشرط الثاني ان تكون لمده زمنيه معينه. عشان كده المشرع جاء قال ايه في نص الماده في مواد عقد التكنولوجيا؟ قال لك ايه؟ يجب ان يكون الاتفاق بين المورد والمستورد على تنظيم العلاقه حتى لا يحدث تعارض فيما بينهم. يبقى ده من تفسير النص ده ان احنا الاثنين كمورد ومستورد نحط بنود بتنظيم العلاقه بيننا عشان ما اجيش انا اتجاوز المناطق اللي هو بيورد فيها تكنولوجيته لاماكن ثانيه اخرى في هذا المجال. الحاجه الاخيره او الالتزام الاخير على المورد او الالتزام الاخير اللي قاله للمستورد قال لك الانفراد بالمسؤوليه عن الاضرار. يعني ايه؟ يعني القاعده العامه، القاعده العامه ان لما يحصل ضرر الطرفين العقد ملتزمين في القانون التجاري بصفه عامه، طرفي العقد ملتزمين قدام الطرف الثالث اللي حصل له ضرر بالتعويض عن ما حدث له من اضرار. لما في عقد التكنولوجيا، عقد نقل التكنولوجيا المشرع خرج عن هذا المبدا وقال لك ايه؟ ان كل طرف
بيضمن او بيتحمل الاضرار اللي تحدث نتيجه تنفيذ العقد، نتيجه تنفيذ العقد بصفه عامه. انما الاضرار لما يجوا يتكلموا فيها هنا يتكلموا فيها في حتتين. الاضرار قال لك اذا كانت الاضرار دي اذا كانت الاضرار دي نتيجه حصلت فيها في البيئه مثلا، اذا كانت الاضرار دي خاصه بالبيئه او تراب ناتج عن نوع من تلوث البيئه، المورد بيستحمل الاضرار دي اذا كانت وقع عنده في منطقته. اما اذا كانت الاضرار دي النتيجه في منطقه المستورد، المستورد هو اللي بيتحمل هذه الاضرار. اما الاضرار اللي بتنتج نتيجه استعمال هذه السلعه فبيستحملها المستورد في هذا الاطار. وبكده يبقى احنا خلصنا عقد نقل التكنولوجيا. اتكلمنا فيه عن المحاضره دي، اتكلمنا فيها عن التزامات اللي على المورد والالتزامات على المستورد. حددنا التزامات المورد بسبع التزامات على المورد وست التزامات على المستورد. وبكده يبقى احنا خلصنا عقد تكنولوجيا. ان شاء الله نلتقي مع حضراتكم المحاضره الجايه، وشكرا جزيلا، وكل سنه وحضراتكم طيبين.